أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 27. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإيطالية على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي إحنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا سينيورينا ياسمين عبد العزيز، أستاذة اللغة الإيطالية بوزارة التربية والتعليم. مساء الخير. مساء الخير، شرفتينا وتشرفينا كالعادة. الشرف لي، ربنا يكرمك وميرسي على استضافة حضرتك ليا. ربنا يكرمك. النهارده باعتبار ان هي تعتبر اول حلقه بالنسبه للغه الايطاليه عندنا في البرنامج بالنسبه للثانويه العامه، لو في اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك اتس اوكي جو اهيد. احب بس اولا نقول بوناسيرا، مساء الخير لكل الطلاب ولكل الناس اللي بتتابعنا. احب اوجه رساله لطلابي ان اللغه الايطاليه زيها زي اي لغه، اي لغه في الدنيا بتكون تراكميه، ما ينفعش ان انا اطلع بدور تاني او تالت من غير ما يكون عندي اساس. لازم الاول اكون متاسس في اللغه. لازم طالب ثالثه ثانوي يبتدي يعمل ريباسو او مراجعه على المنهج اللي اخده في الصف الاول والصف الثاني الثانوي. بالنسبه للكلمات وبالنسبه للقواعد اللي هي باروله والجراماتيكا، الطالب مطالب بيهم من اولى لثالثه. ما ينفعش تقول انا هذاكر من منهج ثالثه وماليش دعوه بمنهج اولى وثانيه لو انت مثلا ما كنتش بتذاكر. لا، ما ينفعش الكلام ده. حضرتك في الامتحان لازم تكون عارف معنى كل كلمه قدامك عشان تقدر تحل، خصوصا مع نظام الأسئلة الحديثة أو مع نظام الحديث ما بقاش يعتمد على الحفظ والتلقين. لا، هو عايز طالب مذاكر وفاهم كل حرف موجود قدامه وعنده ثروة لغوية أو عنده ثروة لغوية لغوية. جميل، تمام. حلقة موفقة إن شاء الله سيبني لنا، وبالتوفيق إن شاء الله. اتفضلي. هاي النهاردة هنشتغل مع بعض أونيتا أونو، الوحدة الأولى، وهنشتغل فيها أولا الجزء بتاع الجراماتيكا. والجزء بتاع الجراماتيكا النهاردة بيتكلم عن الفوتورو سيمبليتشي، والفوتورو سيمبليتشي اللي هو زمن المستقبل البسيط. تعالوا نشوف مع بعض. سامحوني في حتة الخط شوية، ما عنديش الموهبة دي. زمن المستقبل البسيط عشان أدرسه أو عشان أدرس أي زمن في أي لغة لازم يكون عندي ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة أعرف لأوزو ديم ديل تيمبو اللي هو استخدام الزمن. إيه هو الاستخدام بتاع الزمن ده؟ أنا بستخدم الزمن ده عشان أقول إيه أو أعبر عن إيه. تاني حاجة لازم أعرف لبارولي كيافي اللي هي الكلمات المفتاحية أو الكلمات الدالة. تالت حاجة الفورماتيوني اللي هو التكوين، الزمن ده بيتكون من إيه. وبعد كده طبعا أتعلم أنا هحل إزاي على الزمن ده. طب تعالوا نبدأ أول حاجة باستخدامات الزمن ده. جميل. أول حاجة إحنا بنستخدم زمن المستقبل عموما عشان نعبر بيه عن حاجة هتحصل في المستقبل. طيب ده كده التعريف العام أو الاستخدام العام، لكن جوه الاستخدام العام ده في كذا حاجة تانية. منها أول حاجة عندي اللي هي التعبير أو عن تخطيط لمشروعات في المستقبل. أنا بخطط لحاجة هعملها في المستقبل. طيب اللي هي اسمها ايه بالايطالي؟ فاري بروجيتي. فاري بروجيتي يعني ان انا عايزه اخطط لحاجه انا ناوي اعملها. زي ما نقول ايه، يبقى اهو اول حاجه عندنا التخطيط لمشروعات في المستقبل. زي ما اجي اقول لك كويستانو هذا العام partirò, هرحل بير ميلانو، السنة دي أنا هسافر أو هرحل لميلانو. طيب أنا هنا في الجملة دي بعبر عن إيه؟ عن حاجة أنا في نيتي أعملها في المستقبل أو بخطط إن أنا أعملها في المستقبل. طب ده أول استخدام. الاستخدام الثاني إن أنا أعبر عن توقع أو تمني في المستقبل. يعني أهو للتعبير عن التوقع والتمني
في المستقبل اللي هو بريفيزيوني او فاري بريفيزيوني، اللي هو اجي اقول لك ماريو يا ماريو ديفنتراي اون برافو دكتوره، يا ماريو انت هتكون دكتور شاطر. هل ماريو دكتور؟ لا ماريو مش دكتور، لكن انا بتوقع له او بتنبأ له ان هو هيكون دكتور. كل ده فين؟ برضه في المستقبل. الاستخدام الثالث الظن او التخمين او الافتراض اللي هو الابوتيزي. طيب الافتراض ده ان انا بفترض حاجه المفروض ان هي بتحصل او هتحصل بس انا مش متاكده. يعني مثلا يجي مستر احمد يسالني يقول لي يا سينيورينا كيوري سونو هي الساعه كام، انا مش في ايدي ساعه فمش متاكده، فاقول له هتلاقيها تلاتة. هتلاقيها تلاتة دي في الايطالي بنعبر عنها بالمستقبل البسيط. يعني لما يجي حد يسالني يبقى الاول اهو هنقول ان هو الافتراض او الظن، يجي يسألني يقول لي كي اوري سونو الساعة كام، هقول له سارانو لتري، انا مش متأكدة اذا كانت الساعة 3 ولا لا، انا بخمن ان هي 3. يبقى هنا لما اكون بعبر عن حاجة انا شك فيها او بفترضها، يعني ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، هقول له كده اهو سارانو لتري تقريبا 3 او هتلاقيها 3. لكن لو انا متأكد كيوري سونو لما كنا بنستخدمه قبل كده في البريزنت في المضارع كنت بقول سونو لتري تكون 3، اذا الساعه في ايديا وانا متاكده ان هي 3، لكن لما اكون انا مش متاكد هقول سارانو لتري. طيب ده كده الاستخدام الثالث. تعال نشوف رابع استخدام معانا، الوعد في المستقبل. لما اجي اوعدك باني هعمل حاجه بستخدم برضو زمن الفوتورو سيمبليتشه اهو. اجي اقول ماما يا ماما دا دوماني من بكره نون فارو بيو تاردي، يا ماما انا من بكره مش هتاخر، بوعدك اني بكره مش هتاخر تاني. تمام. طيب ده كده الاستخدام الرابع. الاستخدام الخامس والاخير معانا اللي هو اسلوب الشرط او جمله سي. عندنا سي دي اداه شرط معناها لو او اذا. سي دي بتحتاج بعديها جملتين، كل جمله بفعل، يبقى انا بعد سي بجيب كام فعل؟ فعلين. الفعل الاولاني ممكن يبقى فوتورو سيمبليتشي او بريزنت مضارع او مستقبل بسيط، الفعل الثاني لازم يبقى مستقبل بسيط. لو عملنا كذا هيحصل كذا، لو حصل كذا هيحصل كذا. تعال نشوف كده اهو فعل شرط وجواب شرط. يعني فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط ممكن يبقى مضارع او مستقبل بسيط، جواب الشرط لازم احطه في المستقبل ايه؟ البسيط. طيب اجي اقول لك اهو مع اسلوب الشرط اللي هو جملة سي، أجي أقول لك سي لو دوماني بكرة فرع أون بالتيمبو، لو بكرة الجو جميل، لو بكرة الجو حلو أو بقى حلو هنخرج وشريمو. يبقى أنا هنا بقول لو بكره الجو كويس احنا هنخرج. طيب هنا انا ممكن فرا دي استخدمها في مضارع، ممكن اقول فا وممكن اقول فرا مستقبل، لكن اشريمه هنا انا لازم اجيبه في المستقبل البسيط. طيب دي كده كانت استخدامات زمن الفوتورو سيمبليتشي. يبقى انا عندي خمس استخدامات لزمن المستقبل البسيط. الاستخدام الاولاني اللي هو فاري بروجيتي التخطيط لمشروعات، الاستخدام الثاني اللي هو فاري بريفيزيوني اللي هو التوقع او التنبؤ او التمني في المستقبل، الاستخدام الثالث اللي هو فاري ايبوتيزي اللي هو الافتراض او الظن او التخمين، الاستخدام الرابع اللي هو الوعد في المستقبل هو فاري برمسي. طيب وكمان عندنا قلنا جمله سي او اسلوب الشرط.
طيب دي اول حاجه كده اهو اللي هو الاستخدامات، يبقى دي كده كانت الاستخدامات او الاستخدام. طب تعالوا نشوف بعد كده لي بارولي كيافي اللي هي الكلمات الداله. الكلمات الداله عندي في اي زمن بيبقى موقعها فين؟ بيبقى موقعها يا في اول الجمله يا في اخر الجمله، دي اول حاجه. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الكلمات اللي بتعبر عن زمن المستقبل البسيط. اول حاجه طبعا عندي كلمه دوماني ومعناها غدا بكره. كلمه دوماني معناها غدا. كلمه بروسيمو وكلمه بروسيمو هنا هنقف عندها شويه. بروسيمو معناها القادم، بروسيمو معناها القادم، وكلمة بروسيمو دي صفة اللي جاي أو القادم، دي صفة، وما دام هي صفة يبقى النهاية بتاعتها اللي هي الأو هتتغير حسب الفترة الزمنية اللي هي بتوصفها. يعني لو قلت لا سيتيمانا، لا سيتيمانا الأسبوع كلمة مؤنث يبقى هقول بروسيما. لو قلت الماذا الشهر كلمة مذكر يبقى هقول بروسيمو وهكذا. يبقى كلمة بروسيمو دي معناها القادم ودي صفة نهايتها بتتغير حسب الفترة اللي هي بتوصفها، والفترة الزمنية دي بتبقى قبل البروسيمو. لما اقول لاسيتيمانا بروسيما الاسبوع الجاي يبقى لاسيتيمانا قبل بروسيما. تمام. طيب بعد كده عندنا كلمة دوبو، ودوبو معناها بعد، ودي برضو بيجي بعدها فترة زمنية. دوبو معناها بعد وبيجي بعدها فترة زمنية، زي ما أقول مثلا دوبو دوي أورا بعد ساعتين، بعد ساعتين مثلا أندرو الماري هروح للبحر. طيب بعد كده كمان عندنا فرا اللي بتساوي ترا، والاتنين معناهم بعد أو خلال، وبرضه بيجي بعدهم فترة زمنية. عندنا كمان كلمة دا جراندي في الكبر، وكلمة دا جراندي برضو من الكلمات الدالة على المستقبل ومعناها لما أكبر هعمل كذا. ما دام بقول لما أكبر دي حاجة لسه ما حصلتش يبقى كل ده برضو فين؟ في المستقبل. كمان عندنا كلمة دوماتينا، كلمة دوماتينا معناها غدا صباحا بكرة الصبح، وكلمة دوماتينا فيها في الأساس كلمتين اختصروا لكلمة واحدة، كلمة دوماني وكلمة ماتينا، بس احنا ممكن نقول عليهم دوماتينا اللي هي بكرة الصبح أو غدا صباحا. طيب دي كده الكلمات الدالة على زمن الفطور وسندليتشي أو المستقبل البسيط. بعد كده تعالوا نتكلم عن فورماتسيوني التكوين. التكوين بتاع الزمن او الفعل في الزمن ده بنصرفه ازاي. طبعا احنا اتفقنا قبل كده او احنا عارفين قبل كده من السنين الماضيه ان انا عندي الافعال في اللغه الايطاليه ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى كانت بتنتهي باري، المجموعه الثانيه كانت بتنتهي باري، المجموعه الثالثه بتنتهي بايري. عشان اصرف الفعل في زمن المستقبل اول حاجه بنعملها بنحذف النهايات اللي هي الاري والاري والايري، ودي اسمها نهايات المصدر او الفعل في المصدر، يعني قبل ما نصرفه في اي زمن. وبعد كده بنضيف ليها نهايات المستقبل. طب تعالوا نشوف الكلام ده سوا، بس هنضطر نمسح. تعالوا كده نشوف مع بعض. عندي المجموعة الأولى قلنا بتنتهي بالنهاية آري، المجموعة الثانية بتنتهي بالنهاية إيري، المجموعة الثالثة بتنتهي بالنهاية إيري، وقلنا إن الآري والإيري والإيري دي نهاية الفعل في المصدر قبل ما نصرفه مع أي زمن. طب تعالوا نشوف كده هنصرف الفعل في زمن المستقبل إزاي. أول حاجة إحنا اتفقنا قبل كده وقلنا إن أي فعل بنصرفه مع ست ضمائر. طب إيه هما الست ضمائر بتوعنا؟ إيو اللي معناها أنا، تو اللي معناها أنت، لوي
هو أولاي هي أولاي حضرتك، والإل بتاعتها دايما مايوسكلا كابيتال، وكمان نوي اللي معناها نحن، فوي اللي معناها أنتم، لورو اللي معناها هم أو هم. يبقى أنا عندي 6 ضمائر ثابتين بصرف معاهم الأفعال. طب تعالوا نشوف كده المجموعة الأولى. المجموعة الأولى نهايتها هتكون إيه؟ عندي المجموعة الأولى أول حاجة عشان أصرفها في المستقبل بحذف الآري، وبعدين ببتدي أحط النهايات بتاعتي. طب إيه هي النهايات بتاعتي؟ النهايات بتاعتي أهي، إيرو مع إيو، يبقى الفعل مع إيو في المستقبل هنضيف له النهاية إيرو، مع تو إيراي، مع لوي ولاي إيرا، وناخد بالنا من الأتشنتو اللي موجودة في إيرو وإيرا، مع نوي إريمو، مع فوي إريتي، مع لورو إيرانو. طيب يبقى أنا كده أضفت النهايات بتاعة المجموعة الأولى. جيت أضيف نهايات للمجموعة التانية، لقيت إن المجموعة الأولى والتانية هما الاتنين بياخدوا نفس النهايات، يبقى أنا عندي المجموعة الأولى والتانية نهاياتهم واحدة. طب إيه هي نهاياتهم؟ إيرو إيراي إيرا إيريمو إيريتي إيرانو. طب تعالوا بقى نشوف المجموعة التالتة نهايتها إيه؟ أنا عندي المجموعة التالتة نهايتها مختلفة بجد؟ بس مش قوي يعني، إزاي؟ هناخد نفس النهاية برضو بس هنغير أول حرف من النهاية، بدل إيرو هتبقى إيرو، يعني بدل حرف الـ A هيبقى حرف الـ E. هنقول كده اهو، إيرو إيراي إيرا إيريمو إيريتي إيرانو. طيب بصينا كده على النهايات، لقينا إن النهايات واحدة مع اختلاف أول حرف، بدل ما هو كان إيه أنا خليته إيه. يبقى المستقبل نقول نهاياته تاني مع بعض، إيرو إيراي إيرا إيريمو إيريتي إيرانو، المجموعة الأولى والتانية. طب المجموعة التالتة، إيرو إيراي إيرا إيريمو إيريتي إيرانو. طب دي كده نهايات الأفعال. طيب تعالوا بقى نصرف 3 أفعال كأمثلة على الكلام ده، تعالوا نشوف سوا. تعالوا مثلا ناخد الفيربو مانداري مجموعة أولى، أهو هنصرفه برضو مع إيو، تو لوي لاي نوي فوي لورو. أول حاجة هعملها هحذف نهاية الفعل اللي هي الآري زي ما اتفقنا، وبعدين هننزل جذر الفعل اللي باقي اللي هو مند. وبعدين هنضيف النهايات بتاعتنا اللي هي ايرو ايراي ايرا إيريمو إيريتي إيرانو. طيب يبقى الفعل بقى اسمه عنده ايه؟ عندي ايه؟ ها إيو ماندرو، تو ماندراي، لوي لي ماندرا، نوي ماندريمو، فوي ماندريتي، لورو ماندرانو. ده كده الفعل مجموعة أولى في زمن المستقبل البسيط. طيب تعالوا نشوف فعل مجموعة تانية. الأفعال في المجموعة التانية بتصرف بنفس الطريقة زي ما سبق وقلت إن المجموعة الأولى والتانية هما الاتنين بياخدوا نفس النهاية دي، زي مثلا الفيربو فينشري يفوز مجموعة تانية اهو منتهي بالآري. هنعمل ايه؟ هنحذف الآري ونقول حطينا جذر الفعل، وبعدين نبتدي نحط النهايات بتاعتنا برضو اهو، ايرو ايراي ايرا ايريمو
إريتي إرانو. طيب الفعل بقى اسمه عندي ايه؟ فينشيرو، فينشيراي، فينشيرا، فينشيريمو، فينشيريتي، فينشيرانو. طيب كده مجموعة أولى ومجموعة تانية، تعالوا نشوف فيربو مجموعة تالتة. بوليري مثلا، بوليري اللي معناه ينظف، ده فيربو مجموعة كام؟ تالتة. ليه؟ عشان انتهى بالإيري. طيب هنصرفه ازاي؟ هنحذف الإيري برضو ونقول بوليرو، النهاية اهي حطيت إيرو، بوليراي، بوليرا، بوليريمو، بوليريتي، بوليرانو. إذن هنا أنا عندي تصريف الأفعال في زمن المستقبل، تصريف بسيط ومفهوش أي مشكلة. بيفكرنا بإيه يا أولاد؟ بيفكرنا بزمن البريزنت المضارع، كان برضو زمن بسيط وكنت بحذف نهايات وبحط نهايات. نفس الفكرة برضو زمن المستقبل البسيط، زمن بسيط جاي من اسمه يعني مش بيحتاج فعل مساعد أو أي حاجة، بنحذف نهايات وبنحط النهايات بتاعتنا. طيب هل كل الأفعال بتتصرف بالشكل ده؟ في حاجة اسمها فيربي irregulari، أفعال شاذة. الأفعال الشاذة أو الغير منتظمة، طب إيه قصتها؟ إحنا متعودين من سنة أولى إن الأفعال الغير منتظمة أو الأفعال الشاذة لما بنيجي نصرفها بنلاقي جذرها اختلف. يعني مثلا الفيربو إسر، الفيربو إسر يكون كان تصريفه سونو، ساي، إي، سيامو، سياتي، سونو. فلو بصينا على الفعل هنلاقي شكله اختلف في الست ضمائر. طيب تعالوا كده نشوف في المستقبل الكلام ده هيكون ايه. في المستقبل الوضع مختلف شويه. ازاي؟ لان رغم انه الفيرب شاذ او irregulare لكن هنلاقي ليه جذر ثابت وهنلاقي ليه برضه النهايه ثابته مع اختلاف بسيط. طب تعالوا كده نشوف الافعال الشاذه. تعالوا كده نشوف مثلا الفيربو اشهرهم، يعني الفيربو اسري والفيربو افيري والفيربو فاري، برضو مع نفس الضمائر انتو، لوي، لي، نوي، فوي، لورو. طيب اسر هنا هيبقى اسمه ايه في المستقبل؟ هيبقى اسمه سارو. بصوا كده سارو. طب مع تو هيبقى اسمه ساراي، مع لوي ولاي سارا. طب قبل ما اكمل لاحظنا ايه؟ ان الصا ثابته، واخدين بالكم؟ يبقى هنا في المستقبل الافعال الشاذه فيها ميزه، ليها جذر ثابت، يعني اسرى الجذر بتاعه هيبقى صا، وبعدين هنبتدي نحط النهايات اللي هنقول عليها. طيب يبقى نكمل كده تصريفه، بعدين نشوف النهايات دي، سارو، سراي، سرا، ساريمو، ساريتي، سارانو. طيب لاحظنا ايه هنا غير ان الجذر الثابت معايا؟ لاحظت ان النهايات كمان شبيهة جدا للافعال المنتظمة. ازاي؟ تعالوا كده نشوف. هنا خدت النهاية رو، وهنا راي، وهنا را، وهنا ريمو، وهنا ريتي، وهنا رنو. طب مش هي هي نفس النهايات دي بس شلنا اول حرف من النهاية؟ يبقى الافعال الشاذة بتاخد نفس نهايات الافعال المنتظمة مع حذف اول حرف من النهاية. بدل ما بقول ايرو، ايراي، ايرا، ايريمو، ايريتي، ايرانو، بقول رو، راي، را، ريمو، ريتي، رانو. طب تعال نشوف الفيربو افيري، برضو هيبقى افرو، افراي، افرا، افريمو، افريتي، افرانو. لو بصينا هنلاقي ان افاري الجذر بتاعه اللي فضل ثابت معانا اف، وبعدين حطينا النهايات برضو بتاعت الافعال الشاذه اللي هي رو، راي، را، ريمو، ريتي، رانو. طب تعالوا نشوف الفيربو فاري، يفعل، فارو، فاراي، فارا،
faremo, farete, faranno. طيب يبقى احنا كده عرفنا مع بعض استخدامات الزمن، عرفنا كمان الكلمات الدالة، وعرفنا شكل الفعل بيتصرف في المستقبل ازاي. تعالوا مع بعض نشوف تمارين على القاعدة بتاعتنا. اتفضل يا سيدي. استاذن المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 1. التمارين دي المفروض على الجزئيه اللي احنا شرحناها اللي هي بتاعه دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي بنحل على زمن المستقبل البسيط. تليفون اشتغلي من على الشاشه. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. طبعا زي ما انتوا عارفين ان اي قاعده بناخدها بتجيلي في الامتحان في شكل السؤال الاختياري او السؤال الثالث اللي هو شيلي la risposta corretta delle seguenti frasi. طيب تعالوا كده نشوف نمرو اونو بتقول ايه، رقم واحد بتقول ايه. È vero che domani non puntini l'autobus. بيقول لك هو حقيقي ان بكره مفيش اتوبيس. طيب هنا اول حاجه، هنا اول حاجه في فين الكلمه الداله على الزمن عندي؟ كلمه دوماني بكره. طيب يبقى كده هحط عليها دايره واقول خدوا بالكم ان دي كلمه داله على مستقبل بسيط، يبقى انا محتاج اختار فعل في زمن المستقبل البسيط. طيب بصيت على الاختيارات لقيته جايب لي تشي سونو ولا تشي سارا ولا تشيرا ولا تشي سارانو. طيب اولا الفعل ده معناه يوجد، وكنا قلنا قبل كده في السنين السابقه ان الفيربو اسيريتشي ده ليه تصريفين تشيرا سكوزا، في المضارع كان ليه تصريفين هو تشا وتشي سونو، يوجد ويوجدون، وكانت تشا بيجي بعدها مفرد وتشي سونو بيجي بعدها جمع. طيب بالنسبه بقى في المستقبل تصريفه هيبقى ايه؟ تشي سارا وتشي سارانو. تشي سارا هيجي بعدها مفرد وتشي سارانو هيجي بعدها جمع. طيب انا لقيت في الاختيارات عندي تشي سونو دي ما تنفعش خالص عشان دي مضارع. طيب تشي سارا ممكن تنفع، تشي مش هتنفع عشان دي مضارع، تشي سارانو ممكن تنفع. طب انا كده عندي اختيارين مستقبل بسيط. طب انا هحدد انهي واحده فيهم ازاي؟ هبص على الكلمه اللي بعد النقط. عندي الكلمه اللي بعد النقط كلمه ايه؟ لاوتوبوس، الاتوبيس. طب كلمة لاوتوبوس جيت ابص عليها عشان اعرف هي سنجولاري ولا بلوراري، هي مفرد ولا جمع، لقيتها منتهية بحرف ساكن. ما دام انتهت بحرف ساكن يبقى الكلمة دي مش اصيلة او اصلها مش ايطالي، وغالبا ما دام هي اصلها مش ايطالي هتبقى مذكر. طب يا ترى هي مفرد ولا جمع؟ ممكن تنفع للاتنين. طب هنا انا هعرف منين؟ هنبص على أداة التعريف اللي هي ال ابوستروفو اللي قبل الكلمة. ال ابوستروفو دي احنا عارفين ان هي بتيجي قبل اسم مفرد بادئ بمتحرك، يبقى الكلمة دي مفرد على طول، يبقى انا هختار الاختيار الثالث اللي هو تشي سارا اسكوزا تشي ارا. لا هو هنا في خطأ، هو في هنا خطأ، طبعا الاختيار هيبقى تشي سارا مش تشي ارا، في خطأ بس في الكتابة، طبعا هيبقى الاختيار الثاني اللي هو تشي سارا عشان بعدها مفرد. تعالوا نشوف نمرو دوي رقم 2. دوماني بكرة، دوماني سيرا بكرة مساء، لا ميا فاميليا عيلتي بونتيني الكونشيرتو دي لورا. عيلتي بكرة هتروح لحفلة لورا او الحفله الموسيقيه بتاعت لورا. طب هنا اول حاجه لازم احدد زمن الجمله. زمن الجمله هنا عندي ايه؟ مستقبل بسيط. عرفت منين؟ برضو من كلمه دوماني. طيب مين الفاعل؟ لازم احدد الفاعل بتاعي عشان اختار التصريح الصحيح معاه. هنا الفاعل بتاعي لاميا فاميليا. طب كلمه لاميا فاميليا دي مفرد ولا جمع؟ طبعا هي مفرد. للاسف في طلبه كتير بيتلخبطوا جدا في كلمه لاميا فاميليا ولا كلاس والجروبو، الثلاث كلمات دول ناس كتير جدا بتحلهم على انهم جمع. لا طبعا لاميا فاميليا عيله، عيله واحده، هي جواها ناس كتير بس هي عيله واحده، فصل واحد، فريق واحد، يبقى دي سنجولاري مفرد، يبقى هعوض عنها على طول بالضمير لاي وهختار الفعل اندرا. نمرو 3، 3 رقم 3.
سادينو بونتيني اون بيل فوتو اندرا السينما. لو دينو اخذ درجه كويسه او درجه جميله هيروح للسيما او هيروح للسينما. طيب هنا هنلاقي عندنا سي اللي هي اداه الشرط اللي اتكلمنا عنها في الاول. طيب يبقى انا هحتاج بعدها على طول يا مضارع يا مستقبل بسيط. طيب هنا فين الفاعل عندي؟ دينو. دينو ده اسم مفرد، واحنا اتفقنا ان الاسم المفرد بنعوض على طول عنه بلوي او لي. هنا طبعا دينو ولد فهنقول لوي. طيب تعالوا نشوف كده الاختيارات بتاعتنا. عندي اسمها بريندرا ولا بريندرو ولا ابريزو ولا بريندري. طبعا بريندري ما تنفعش خالص عشان ده فعل في المصدر. ابريزو مش هتنفع برضو لان ده فعل في زمن الماضي، كلمتين ملناش دعوه بيه، احنا عايزين كلمه واحده. ما دام مستقبل بسيط يبقى انا بدور على كلمه واحده. يبقى انا هنا عندي اختيارين، الاول والثاني، بريندرا ولا بريندرو. طبعا هي بريندرا الاولى عشان مصرفه مع لوي. طيب تعالوا نشوف نمرو 4، رقم 4. بونتيني تريوري ساريمو برونتي. بيقول لك هو هنا عايز يقول نقط 3 ساعات هنكون جاهزين. طيب هنا جايب لي الاختيارات بتاعتي كلمات داله. طيب انا قبل ما اختار اي كلمه من دول لازم احدد زمن الجمله. طب انا هحدد زمن الجمله منين اذا كانت الكلمه الداله هو عايزني اختارها؟ هبص على الفعل واشوف الفعل مصرف في انهي زمن. انا عندي هنا الفعل ساريمو مصرف في الفوتورو سامبليتشا اللي هو المستقبل البسيط، يبقى انا محتاجه كلمه داله على المستقبل البسيط. طب تعالوا نشوف الاختيارات اللي عندي ايه. عندي دا، طبعا دا مش هتنفع لانها بتعبر عن مضارع. فا وبرده مش هتنفع لانها بتعبر عن ماضي. فرا معناها بعد او خلال، وطبعا هي دي الاجابه ودي بتعبر عن مستقبل. وطبعا اورا مش هتنفع عشان دي معناها دلوقتي وبتعبر عن مضارع. يبقى احنا هناخد الاختيار الثالث اللي هو فرا، بعد 3 ساعات هنكون برونتي جاهزين. تعال نشوف نمرو تشينكوي، رقم 5. نون سو ليتا دي كيارا. انا مش عارف عمر كيارا. بونتيني فينتاني، انا بقول انا ما اعرفش عمر كيارا، تقريبا كده هتلاقيها 20 سنه. يبقى انا هنا بخمن او بتوقع عمرها، انا بخمنه او بتوقعه، انا مش عارف عمرها. يبقى انا برضو محتاج زمن المستقبل بسيط. بصيت على كل الاختيارات لقيت الاربعه مستقبل بسيط. اذا هنا انا محتاج احدد مين الفاعل بتاعي او انا هصرف الفعل مع مين. طيب هنا طبعا الطالب المتسرع على طول هيختار لي افرو، طبعا غلط. طب تعالى نقرا الجمله كلها عشان نعرف مين الفعل، وهنا بقى هيجي دور حفظ الكلمات. حضرتك كطالب لازم تحفظ كلمات على قد ما تقدر. ليه؟ لان جمل كتير جدا بتعتمد على فهمك لمعنى الجمله. طب تعالوا كده نشوف الاختيار الاول بيقول ايه، او تعالوا نشوف الاول معناها بيقول ايه. نون سو مش عارف ليتا دي كيارا، انا مش عارف عمر كيارا. بصوا بقى في الجمله الثانيه بيقول ايه، عندها تقريبا 20 سنه. مين اللي عندها 20 سنه، انا ولا كيارا؟ كيارا. يبقى الفعل هيتصرف معاها هي ولا انا؟ معاها هي. ليه؟ يبقى على طول وانا مغمض هختار افرا. طيب تعالوا نشوف رقم 6. في رقم 6 بنقول دوماني سارا، سكوزا، دوماني سارا مساء امس، ايمياي بونتيني فوري اكازا. عايز يقول بكره مساء عيلتي هتتعشى بره البيت. طبعا هنا ايمياي، ايمياي لما تيجي كده لوحدها بتعبر عن الوالدين او اهلي. لما اقول ايمياي بس واسكت وما اجيبش بعدها مملوك انا اقصد بيها اهلي. طبعا ايمياي هنا جمع هنعوض عنها بلورو. وطبعا هنا الزمن بتاعي برضو مستقبل بسيط، عرفت منين؟ من كلمه دوماني سيرا بكره مساء. طيب لورو بتاخد على طول التصريف تشينيرانو، تشينيرانو هيتعشوا بره. تعال نشوف رقم 7. اون جورنو بونتيني انكي باولا اونا ماكينا. بقول في يوم من الايام باولا كمان هتشتري عربيه. يبقى هنا انا بتكلم عن حاجه في المستقبل، برضو ده اسمه تخطيط لمشروعات في المستقبل. بقول ان باولا هيبقى عندها عربيه في المستقبل. طيب هنا اون جورنو في يوم
ما دام اليوم مش محدد وبقول في يوم من الايام يبقى انا اقصد بيها برضو مستقبل. طب تعالوا هنا نشوف يا ترى انا هختار انهي اختيار. جيت ابص على الاختيار الاولاني لقيته بيقول لي اكومبراتو، طبعا دي ما تنفعش خالص لان دي كلمتين، ده ماضي، ماضي قريب، لا احنا مش عايزين كلمتين، احنا عايزين كلمه واحده عشان انا محتاجه المستقبل. طيب بعدين لقيت كومبريرو، انا هشتري، وبعدين لقيت كومبريرا، هي هتشتري، وبعدين لقيت كومبريراي، انت هتشتري. طب يا ترى هي انهي واحده من الثلاثه دول؟ انا هنا برضو لازم ارجع واقرا الجمله تاني، بقول في يوم من الايام انكي باولا، كمان باولا. طب يبقى مين اللي هيبقى عنده عربيه، انا ولا باولا؟ باولا، يبقى هي اللي هتشتري. يبقى هنا الفاعل خدوا بالكم اتاخر وجي بعد النقط، مفيش مشكله خالص، عادي جدا. عشان كده بقول لازم نقرا الجمله كامله عشان نحل صح. اذا هنا هنعوض عن باولا بلاي وهنختار كومبريرا. هنشوف رقم اوتو 8، كي بونتيني الكانتانتي ديل جروبو، مين هيكون مطرب الفريق. طيب هنا الطالب هيجي يقول لي طب هنا مفيش فاعل، انا هعرف ازاي، هختار على اي اساس؟ هقول لك اولا غالبا اول ما تشوف اداه الاستفهام كي عوض عنها بالضمير لوي او لي، ده رقم واحد. رقم اتنين هنا كمان في الجمله مأكدها لك وبعد النقط جايب لك الكانتانت المطرب، يبقى انا بسال عن مين المطرب، يبقى هو او هي، يبقى عوض عنه بلوي، يبقى على طول هختار سارة. نشوف رقم تسعة نوفي، كيوري سونو، الساعة كام؟ كيوري سونو، الساعة كام؟ بونتيني لأوتو، بقول الساعة 8 أو هتلاقيها 8. طب بصيت على الاختيارات لقيت جايب لي إيه، طبعا إيه ما تنفعش عشان إيه بتيجي أو بيجي بعدها مفرد اللي هي أونا أو ميتزجورنو أو ميتزانوتي، لكن هنا طبعا جايب لي لأوتو، وإحنا اتفقنا قبل كده وقلنا في سنة أولى إن كل الساعات جمع مؤنث ما عدا الساعة الواحدة مفرد، يبقى إيه مش هتنفع. وبعد كده لقيت ساريتي أنتم تكونوا، طبعا مش هينفع. وبعد كده لقيت سارة، سارة برضو عاملة زي إيه، بيجي بعدها مفرد فمش هتنفع، يبقى الاختيار اللي ينفع معايا سارانو. يبقى لما تكون ساعة من رقم 2 ل 12 من دوي لدوديتشي على طول هختار سارانو، لكن لو الساعة واحدة أو بيقول لي ميتزو جورنو اللي هو منتصف النهار أو بيقول لي ميتزا نوتي اللي هو منتصف الليل على طول هختار سارة. طيب يبقى هنا الإجابة بتاعتنا سارانو. تعالوا نشوف نومورو ديتش رقم 10، نونو لورولوجيو، أنا مش معايا ساعة، كي أورا بونتيني، أنا مش معايا ساعة، هي الساعة كام؟ طيب هنا بقول كي أورا وحط لي نقط، طب يا ترى هختار سارانو ولا سارا ولا سونو ولا ساريتي؟ سمع الشاطرين اللي قالوا لي سارا. طب ليه قالوا سارا يا سينيورينا، ليه ما قالوش سارانو؟ قالوا سارا عشان هنا انا فوق في السؤال قلت لك كي اورا، كي اورا قلت اورا مفرد، اذا انا بسال عن ساعه مفرده يبقى هجيب بعدها الفعل مصرف مع المفرد اللي هو سارا، لكن لو كنت قلت كي اورا جمع كنت هقول سارانو. طب تعال نشوف رقم 11، ييري سونو وشيتو كوندينو، امبارح انا خرجت مع دينو، كويستا سيرا هذا المساء، بونتيني كون سلمى هخرج مع سلمى، بقول كده اهو امبارح انا خرجت مع دينو والنهارده هخرج مع سلمى. طبعا الطالب المتسرع جدا اول ما يشوف كلمه ايري اللي هي امس، طبعا دي كلمه داله على الماضي في اول الجمله، ويشوف سونو وشيتو وهو مغمض هيقول لك دي جمله في زمن الماضي فهيختار الاختيار بتاع زمن الماضي، طبعا غلط جدا. حضرتك لازم تكمل قراءه الجمله عشان تعرف هو عايز منك ايه بالظبط. تعالوا كده نكمل الجمله، بيقول لك امبارح خرجت مع دينو والنهارده هخرج مع سلمى. النهارده هخرج مع سلمى يبقى ده فطوره، مستقبل سمبليتش بسيط. طيب مين اللي هيخرج؟ انا. طب عرفت منين ان انا اللي هخرج؟ عشان في اول الجمله قلت سونو اوشيتو، انا اللي خرجت امبارح وانا اللي هخرج النهارده، يبقى على طول هاخد اوشيرو الاولى. تعالوا نشوف رقم 12. طيب في رقم 12 بنقول نونا نلفيني ستيمانا بونتيني اتروفارتي، يا سكوزا نونو، يا جدو في نهاية الأسبوع أنا هاجي
لزيارتك او عشان ازورك. طيب هنا ده وعد في المستقبل، انا هنا بوعده. طيب يبقى هنختار انهي واحده؟ على طول هختار افروم، انا اللي هاجي عشان ازورك. في طالب متسرع جدا برضو هيقولي خدي بالك يا سينيورينا، خدي بالك يا سينيورينا، ده بيقول لي افرو سكوزا، بيقول لي نونو، بينادي على جده، جايب بعديها فيرجولا كوما، يبقى هقول له انت، لا كمل الجمله، بيقول له يا جدو انا في نهايه الاسبوع هاجي لك، اتروفارتي، هاجي لزيارتك او هاجي عشانك. طيب يبقى على طول افرو. طيب تعال نشوف اللي بعديها، دوماني، بونتيني، مولتو كالدو، بكره، بكره الجو هيكون جميل. طيب مين اللي هيكون جميل الجو؟ يبقى هو، يبقى على طول هختار فرا. تعال نشوف رقم 14، سيفي بياتشو البروجيتو دي ايكولوجيا، لو عجبكم مشروع البيئه، بونتيني البوسكو، فيتشينو اسكولا، لو عجبكم مشروع البيئه هتنظفوا الغابه اللي بالقرب المدرسه او اللي قريبه من المدرسه. مين اللي لو عجبهم؟ في، قال لك في بياتشي، ما دام قال في يبقى بيكلمكم انتم، فوي، يبقى على طول هختار بولي ريتا. بونتيني فارو، طبعا احنا في رقم كوينديتشي 15، بونتيني فارو لانسينيانتي. طيب هنا عايزني اختار كلمه داله على المستقبل، عرفت منين؟ عرفت منين؟ طيب احنا معانا وقت قد ايه يا استاذ احمد؟ كملي. اوكي. طيب هنا عايزني اختار كلمه داله على زمن المستقبل. احنا كنا في رقم كام؟ الصفحه ضاعت. كنا في رقم 15 صح كده يا استاذ احمد؟ تمام. سنتنس نمبر 15. اوكي. طيب هنا بيقول هشتغل مدرس. طيب انا هنا عرفت منين ان انا محتاجه استخدم زمن الفوتورو؟ عرفت عشان جايب لي الفعل بارو في زمن المستقبل البسيط. طيب تعالوا كده نشوف الاختيارات. جايب لي اول اختيار كلمه دابيكولو، طبعا دابيكولو كلمه بتدل على ماضي مستمر، ودي معناها في الصغر لما كنت صغير. وبعد كده جايب لي دا جراندي لما اكبر، فطبعا دا جراندي كلمه بتدل على المستقبل البسيط، اذا هي دي الاختيار بتاعنا. تعال نشوف رقم 16، دوبو اون ميزي، بعد شهر، بونتيني النوسترو بروجيتو ان كلاسي، عايز يقول بعد شهر هنقدم المشروع بتاعنا في الفصل. طبعا هنا كلمة دوبو وبعدها فترة زمنية، على طول عرفت ان ده زمن مستقبل بسيط. طيب مين اللي هيقدم المشروع؟ احنا. طب عرفت منين ان نوي احنا؟ من باقي الجملة، باقي الجملة بيقول لي النوسترو بروجيتو، نوسترو مشروعنا احنا، يبقى احنا اللي هنقدمه، يبقى على طول هختار بريزنت ريمو. رقم 17، لاستاتي بونتيني فارو اونا فيستا اكازا، في الصيف اللي جاي هعمل حفلة في البيت. طيب هنا عرفت منين ان الصيف اللي جاي، او انا ممكن اكون حليتها وانا بترجمها من فارو، فارو مصرفه في زمن المستقبل، يبقى عايزه كلمه داله على المستقبل. طب تعالوا نشوف الاختيارات اللي معانا، معانا سكورسو طبعا ما تنفعش خالص عشان دي داله على ماضي، باساتو نفس القصه داله على الماضي، بروسيما وبروسيمو. طب يا ترى انهي واحده فيهم؟ الاثنين معناهم القادم. هبص على الكلمه اللي انا بوصفها استاتي، خدنا كلمه استاتي في سنه اولى وقلنا ان الكلمه دي من اسماء النوع الثاني او الاسماء الشاذه، وقلنا عليها انها مؤنث مفرد، يبقى على طول هختار بروسيما. جميل، تمام سينيورينا، جميل جدا، احسنتي. شوف لو أحمد. بعد الحلقه الرائعه دي بقى لو عندك اي تعقيب بالنسبه للجزء اللي اتشرح النهارده للطلبه بتاعتك اوكي جو اهيد. بالنسبه للدرس اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده او شرحناه النهارده، اتمنى ان الطالب وهو بيذاكره النهارده يذاكره بجانب زمن البريزنت، يحط الزمنين قصاد بعض ويبتدي يذاكر الزمن ده ويذاكر الزمن ده. ليه؟ لان الزمنين ازمنه بسيطه، فهيلاقي في تشابه، هيلاقي بس الفرق في ان هنا الكلمات الداله داله على مضارع فبيختار نهايات مضارع، داله على مستقبل فبيختار نهايات مستقبل بسيط. واتمنى اكون افدتكم وبالتوفيق ان شاء الله. شرفتينا سينيورينا ياسمين، وان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء الله. تمنياتي القلبيه بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.